مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، أتمنى أن تكونوا بألف خير. قصتنا اليوم خيالية بعنوان الفتاة اليتيمة. نتمنى لكم فرجة ممتعة. يحكى أنه في سالف الزمان وغابر المكان، كان يعيش أحد الفلاحين البسطاء مع زوجته وابنته الصغيرة والوحيدة. كانت تدعى الفتاة جميلة، وسرعان ما توفيت أمها، وبعد فترة الحداد تزوج الأب من مرأة أخرى وأنجبت له ابنة، وكبرت الأختان معا، غير أن علاقة زوجته الثانية بجميلة كانت سيئة للغاية، إذ كانت تعاملها معاملة في غاية القسوة، ودائما وأبدا كان في شجار وعتاب معا. كبرت جميلة وأصبحت فتاة تتمتع بجمال فائق ووجه رقيق وقد مليح، لكن زوجة أبيها لم تهتم بها، فكانت تتركها بالملابس الرتة الممزقة في الوقت الذي كانت تشتري لابنتها الثياب الجديدة، وتسمح لها بزيارة صديقاتها وأقربائها وحضور الأفراح التي تقام بالقرية. أما جميلة فكانت تلازم البيت وتقوم بأعمال المنزل كلها، وكانت تقوم بكل الأعمال الشاقة. وفي إحدى الليالي جلست جميلة في حوش المنزل تبكي وحيدة، لأن معظم من في القرية قد ذهب لمشاهدات الاحتفالات المولد الذي يقام سنويا بالقرية، أما هي فقد بقيت بمفردها تحرس المنزل. وعندما سمعت البقرة التي كانوا يربونها في الحظيرة بكاء جميلة، أسرعت إليها قائلة: لماذا تبكين يا جميلة؟ وماذا تحتاجين؟ فقالت لها جميلة: لقد ذهب أولاد وبنات القرية لمشاهدة أفراح المولد، أما أنا فأجلس وحيدة وقد أمرتني زوجة أبي بالقيام بالأعمال وحرمتني من الخروج، بالإضافة إلى أنني لا أملك ملابس للحضور في حفل زواج ابنة خالي يوم الخميس القادم. وهنا هزت البقرة رأسها وطلبت من جميلة أن تعود إليها يوم الخميس، ووعدتها بملابس جديدة بشرط ألا تبلغ أحدا بذلك ويبقى السر بينهم فقط. وفي يوم الخميس ذهبت جميلة للبقرة وانزويا إلى مكان بعيد عن عيون أهل البيت، وقالت البقرة لها: انزعي يا جميلة، قرني الأيمن واختار ما يناسبك من الملابس الفاخرة. وفعلت جميلة ذلك، ثم عادت البقرة لتقول: انزعي قرني الأيسر واختار الحذاء وأدوات الزينة من عقد وحلق وخواتم وكل ما يناسبك، ثم ضعي ملابسك القديمة في قروني واتركيها فيها حتى تعودي. وارتدت جميلة الملابس ومشطت شعرها الطويل، وقبل أن تذهب إلى حفل الزفاف قالت البقرة لجميلة: عليك بالذهاب للحفل بعد أن يذهب الجميع، وعليك أيضا بالعودة قبل أن تعود زوجة أبيك وأختك. فوافقت جميلة على ذلك، وذهبت جميلة إلى حفل زفاف ابنة خالها، ولم يتعرف أحد عليها لجمالها الفائق، إذ كانت أجمل من في الحفل، كما كانت ترتدي أفخر الملابس وأجملها. ثم جاءت جميلة إلى المنزل وأعادت الملابس والحذاء وأدوات الزينة كما كانت من قبل، وكأن شيئا لم يكن، لكنها كادت أن تطير من الفرحة، وكانت السعادة تبدو على وجهها واضحة وبادية. شكرت البقرة كثيرا على مساعدتها وانصرفت إلى بيتها. وفي يوم ما سمعت جميلة حديثا بين أبيها وزوجته عن ضرورة ذبح البقرة وبيع لحمها، ولكن جميلة أرادت أن تسدي للبقرة صنيعا
وتساعدها كما ساعدتها البقرة من قبل. ففكرت كثيرا في طريقة لإنقاذ البقرة من الذبح. وقبل الموعد المحدد لذبحها أخذت جميل البقرة وهربت بها من قريتها إلى القرية المجاورة تجوب الربوع. وعند محل الليل وقفت عند منزل تشع الأضواء من نوافذه، وطرقت جميل الباب ففتح لها رجل عجوز وطلبت منه قضاء الليل حتى الصباح. رحب بها صاحب الدار وأدخل بقرتها للحظيرة، وسرعان ما قامت زوجة العجوز بتجهيز وإحضار العشاء لها. وأثناء الحديث عرف العجوز وزوجته منها بأنها يتيمة ولا تستطيع العيش مع زوجة أبيها، فعرض عليها أن تقيم معهما لعدم إنجابهما أولادا، ووعدها بأن تكون بمثابة الإبنة لهما. ففرحت جميلة ووافقت على عرضهما، ومن حسن حظها أن ذلك العجوز يمتلك ثروة كبيرة وفي رغد من العيش، فاشترى لها أغلى الثياب وعلمها القراءة والكتابة، وأصبحت مثل بنات العاصمة المتحضرات. وبدأ الخطاب يأتون من كل صوب وحدب يرغبون بالزواج منها لجمالها وطرائها. ومن وقت لآخر كانت جميلة تزور بقرتها كي تطمئن عليها. وذات مرة قالت جميلة للبقرة: أريد أن أستشيرك في أمر في غاية الأهمية يا بقرة العزيزة. قالت البقرة: ماذا هناك؟ قالت جميلة: في كل يوم يأتي الكثير من الخطاب يطلبون الزواج مني وأنا لا أعرف ماذا أفعل. قالت البقرة: افعلي بما يأمر أباك الجديد هذا الرجل الطيب. قالت جميلة: قال لي أنه لا شأن له في هذا الأمر، وأن هذا يخصني وحدي والقرار يعود لي وحدي. قالت البقرة: فلتختار من بين هؤلاء الخطاب من يناسبك. قالت جميلة: لقد فكرت كثيرا ووقع اختياري على شخص مناسب. قالت البقرة: ومن هو إذن؟ قالت جميلة: في الحقيقة ليس من هؤلاء الأثرياء أو أصحاب الجاه والسلطان، وإنما هو شخص يتيم مثلي. فرحت البقرة وقالت: لقد أحسنت الاختيار يا جميلة، بارك الله فيك. هكذا يجب أن يكون المرء قنوعا متواضعا. قالت جميلة: شكرا لك يا بقرة العزيزة. وقالت البقرة: لا تنسيني بعد الزواج. ردت عليها جميلة: كيف أنساك وأنت الصديقة الوحيدة؟ موعدنا يوم السبت مع قصة جديدة، نرجو أن تدعمونا بالاشتراك والإعجاب، ومن الضروري أن تتركوا لنا ملاحظاتكم في التعليقات. أستودعكم الله وإلى اللقاء.